احنا دابا راه مول الحانوت، وحنا هو الحيط القصير بالنسبه لهاد الناس هادو اللي زادوا في جميع المنتوجات وزادوا في جميع المواد. فبحال دابا تلقى مثلا الحليب زادوا فيه 10 دريال، المناضات تقريبا في هذا الصيف كلهم زادوا فيهم 10 دريال درهم. بالنسبه وكتبوا فيهم الاثمنه، هذا هو المشكل. جافيل حتى هو زادوا فيه وكتبوا فيه الثمن. بحال دابا مثلا المنتوج الفيري ديال بلا ما نديروا الاشهار ديال اللي تيخصو به يعني الاواني، فهو زادوا فيه دابا 3 دراهم وكتبوا فيه الثمن. اغلبيه العام مكتوبه فيها الثمن، وبالتالي دابا الحكومه قالوا للناس راه الزياده حكه ما حكه، وقيل راه مول الحانوت تيزيد. وتتشوف تيبينوا الحملات ديال اللي تي هما دوك الحملات الصراحه راه مزيانين بالنسبه للنظافه وبالنسبه للمنتوجات اللي يعني فاتت الصلاحيه ديالها، ولكن هما دايرينها سبه حكه ما حكه، راه مول الحانوت اللي تيزيد. هو الحقيقه الزياده راه ماشي مول الحانوت، الزياده راه مثلا زادوا في المواد الغذائيه كامله تزادت، لان الجمارك تزادت، لان الطيفيه زادوا فيها، لان المازوت خصوصا اهم حاجه المازوت هو اللي زادوا فيه، هو اللي السبب ديال الغلاء ديال جميع المنتوجات. وبالتالي تيجيو يتهموا مول الحانوت مسكين، لانه لان مول الحانوت هو اللي هاز الهم ديال جميع المواطنين، ديال جميع مثلا اللي خصوصا مول الكريدي. لو ان مول الحوان تيحيدوا هي الكريدي ما يبقاش كيديروا الناس، والله تتوقع الازمه، والله حتى الناس يخرجوا الشارع ويديروا مظاهرات ويديروا. راه الهم اللي هاز مول الحانوت هاز هم كبير، ومع ذلك فالسلطات عيسى الدور تدور وتجي لمول الحانوت، عيسى الدور تدور بينوا مول الحانوت، تلقى عندك البيريمنت ويديروا التشهير، والتشهير راه ماشي معقول. الا بغيتي على الاقل تدخل تدخلات قانونيه ايه بصح، ولكن ما كاين لا ناقص الزيت. اولا الزيت بعدا كيفاش كيتحكم فيها الزيت، هي قليله عالميا. نهضروا زعما بصراحه، دوي علينا وجي علينا، الغلاء ديال الزيت فهو غلاء عالمي، ومعروفه ان الزيت هذا العام المنتوجات ديالها كلها قليله، اللي هي الصوجا دراكاو كاو بزاف المنتوجات، الكلوزا ولا شنو سميتها، المهم هذوك كاملين هما منتوجات قليله هذا العام، وبالتالي ما يمكنش ينقصوا الا ما وصل الحصاد ديالهم. ودابا الزيت مازال غتبقى تزاد حتى توصل الحصاد ديال الزيت اللي هو في شهر 7 وشهر 8، عاد ممكن الزيت تنقص. هاد القضيه معلومات زعما صحيحه، ما عندناش المشكل في المراقبه، وما عندناش المشكل في الغلا، راه غلات حنا غلات علينا المعيشه، لان مول الحانوت تياكل وتيشرب وتهو تزادت عليه الغلا، وحتى الارباح ديالنا راه نقصات بواحد النسبه كبيره. كنا تربح حاجه تربحوا فيها 20% دابا تنديو فيها 5%. علاش؟ لان بحال دابا مثلا انا هاد الشكلاط تنبيعو ب 10 دريال، كنت تنشري هادي ب 32 درهم، دابا تنشريها ب 37 درهم. واش نقدر نقول لبنادم هادي ما بقاتش ب 10 دريال ولات ب 12 ريال؟ ما يمكنش. باش نبيعها ب 10 ريال نفس الثمن اللي كنت نبيعها قبل ما تغلى، وبالتالي الارباح ديالي نقصات، كانت تناخذوا 10% دابا ولات تناخذوا 5%. بزاف المنتوجات مشى لينا الربح، وما عندنا ما نديروا، حنا صابرين، حنا ضرينا في النسبه المئويه ديال الربح، نقصات عندنا بزاف. وثانيا هذه الحمله التشهيريه اللي دايرين في التلفازه، فين كل مره يبينوا مول الحانوت، راه الناس اللي زادوا في السلعه واللي الزياده ديال السلعه معروفه شكون اللي زاد، كاين من المصدر ماشي من مول الحانوت. مول الحوانت اغلبيه ما يمكنش يزيدوا، لان تيخضعوا للمنافسه، وهذيك المنافسه راه صعيب انني انا لا زدت مول الحانوت الاخر ما غايزيدش وما يبقاوش يتقضوا مع عندي الناس، بينما المصدر راه ما عندوش منافس، هذا اللي تيدخل دابا المازوط من برا، فين هو شكون المنافس ديالو؟ لا منافس له، هو تيدي حد الثمن اللي بغى. الطيفيه شكون شكون تينافسها اللي بغاو يزيدوا في الطيبيه؟ حتى واحد. الا بغاو يزيدوا مثلا في المواد الفوسفاتيه ولا لي زونغري، يعني شكون غينافسهم؟ لا منافس لهم، ممكن تروح تدخل لي زونغري من برا باش ينافس لي زونغري ديالنا، بينما انا مول الحانوت عندي المنافس، فالمنافس ديالي تيفرض عليا انني نتهلا في السلعه ونصايبها ونحيد البيريمي وندير مثلا الاثمنه مناسبه، وخسر بان كاين مول الحوانت دابا خدامين فابور، خصوصا كي يلاه بداو جداد، علاش تيخصهم باش 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 يكسبوا زبناء؟ وهذا الشيء كله المنافسه، اما شيء الا عندك المنافسه، اي واحد عنده منافس، يعني سواء بيع او شراء او تاجر او شركه عندها منافس، فما تخافش عليها من حيث الاثمنه او الجوده. فهو حنا ديما تنسعوا باش نحسنوا من الجوده ونحسنوا من الخدمات ومن جوده الخدمات ونقصوا من الاثمنه باش نكسبوا الزبناء، بينما الناس اللي ما عندهم منافسين هما الشركات الكبار، بحال مثلا شركه الحليب، شركه الزيوت، لا منافس لهم. ما يمكنش الشركات الكبار كلهم وشركه كلشي نفسها اللي زادت الثمن، لا احد ينافسها، فهمتي؟ هذا هو المشكل. ولكن الحيط القصير شكون هو؟ هو حنا. دابا في العوض باش يمشيو الشركات اللي زادوا المصادر ديال السلعه، تيجيو عندنا حنايا مول الحانوت تيزيد، مول الحانوت تيدير، مول الحانوت، وهو هادشي باش يسكتوا الناس، ولكن الناس راه فاهمين هادشي وعارفين. ما تنساوش تابوناو في لاشين وتاكتيفيو الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات بيل بريس، وتبارطاجيو مع صحابكم.